غريبة تركي مو عوايده جايب لي أكل مجاني حبة دجاج مع روز ويشطشطو أخذ شوف عندك أحب اللي فاهمني أبى أشتري سيارة فلوس ما عندي فلوس جاهزة يا أبوي دام معك فلوس خلاص أنا معرض حقتك السيارة جنبنا روح برجلك عابي يا عزوز إيش فيك أنت ناسي أنا عندي إيقاف خدمات لو ما عندي إيقاف خدمات يعني كان ما تخسرت وجبت لك بخاري أخلص تركي إيش تبغى؟ أيوة قلت لي أبشتري سيارة وسجلها باسمك ونبي نروح مع بعض وننبسط وأمرك بأي وقت ونبي نروح البوليفاز واللي تبي كلام ده ما يمشي معايا دور غالي دير بد سلام يا عيال عامر تعال تعال شوف عزوز وش يسوي طلبت منها فزعة وطلب مني 5000 ريال أوفا صدق عزوز إيه أبويا لا يخدم بخيل درج خويك ذا عبد أبشر بعزك قدام كفو والله تعلم يا أخي تعلم شيك أنت الحين لا بخاري ولا خساي عامر تعرف أنا أخوك تركي عندي إيقاف خدمات ودي اشتري لي سيارة وسجلها باسمك فلوسك جاهزة؟ جاهزة وكاش أبد أبشر بعزك دندن قدام كفو والله يا حبي لك يلا مشينا ألو زكريا إيوه أنت بتتغدى ها العيال روحوا وبقوا نص حبة مع رز ايوه يلا سلامين زكريا خلاص عطني الموتر هذا لا اللون الاصفر ما ينفع يا اخوي موتري ولا موترك هو باسمي ولا باسمك هو لا باسمك بس وش فيه اللون الاصفر اللون الاصفر ورا ما تختار ازرق إيه خلاص عطني الموتر هذا لا تعطيه اللون الأسود ما ينفع يا أخوي أبوي أنت وليه ما ينفع يا أخي الأسود يجمع الغبار ويجيب الحرارة يا أخوي حتى ثوبك أسود ويجيب الغبار والحرارة ها إيه صح طب إيش أسوي أفسخ يعني تستلكع عنك شكلك تستلكع خلاص دور لك واحد يشتري لك لا خلاص يا أبوي تعال يا أبوي خلاص يا ابن الحلال اللي تبيه يصير اختر اللون اللي تبيه ايوه كذا ادب وين يا ابوي ابو اروح معك ايش اللي يصير معي خلاص يا ابوي دورك الى هنا انتهى يلا على الاستراحه الرجليه يلا ليه وش سويت شنو سويت ما سويت شيء ابد بس بصراحه سيارتي جديده ولا ودي اوسخها وهذا من حقي ابوك الجحده هذا جزاتي خويك تسوي فيه كذا تركي خلاص يا ابوي خلاص عادي اروح معك اي خلاص يا ابن الحلال امزح معك شغل مبزغ ما ابي انا مسوي لي فيها حزين يلا اركب لا والله بالسياره البطله وتحدوك ريحه الوكاله لا تصرخ ترى انزعجت ثاني مره ترى بنزلك وين تنزلني ابوي انت لا اله الا الله يا اخوي اخلص وانت بنوديك على طول كذا ما في دوران فره يا ابوي انا الرجال عندي اولويات ومشاوير ترى ماني فضيلك اخلص ما تفتروح كذا نظامك خلاص نزلني الاستراحه